بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب سنن الدارمي للإمام الحافظ الحجة أبي محمد عبد الله ابن عبد الرحمن ابن الفضل ابن بهرام الدارمي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. الباب 36 من الكتاب 11، كتاب النكاح، باب في العزل. معلوم أن المقصد الأسمى من الزواج هو الذرية، حتى يتكاثر المسلمون ويكثر عددهم ويستمر هذا الدين باستمرار المسلمين. فهل يجوز منع الذرية ويكون الزواج بغير ذرية ويأخذ بأسباب منع الذرية أم لا؟ الصحابة أيامهم كان لما يبقى عنده أمة، والإماء دي مش موجودة دلوقتي، كان عندهم عبيد ورقيق، الذكر نسميه رقيق والأنثى نسميها أمة، كويس؟ فلما يبقى عند الواحد من دول أمة، له أن يفترشها كالزوجة، يعني يعملها معاملة الزوجة. لو حملت حملها يمنعه من أنه يبيعها، تصبح أم ولد، فتضيع ماليتها عليه، لأنه هو بيبقى عنده أمة أي بتخدمه وبيقضي وطره معاها، ولو اتزنق في شوية فلوس يروح يبيع، كأنه عنده عربية مثلا، واخد بالك؟ دي عادتهم كده. فكان ما يحبش الأمة تحمل منه عشان يبقى عنده حرية أنه يبيعها في أي وقت، لأنها لو صارت حامل يسموها أم ولد، ولدها حماها من أن تباع، خلاص، فهم؟ بل يحررها بموت سيدها، دي أم الولد. أو لو تزوج هو حر وليس عنده مهر الحرة، فاضطر أن يتزوج أمة بإذن سيدها، ومن لم يستطع منكم طولا، واخد بالك ازاي، فلينكح ما ملكت أيمانكم مما ملكت أيمانكم من المؤمنات. يعني ما عندوش إمكانيات يدفع مهر الحرة، وهو خايف انه يقع في الزنا، جرب الصيام مش نافع، جرب كل حاجة مش نافع، يعمل يوم يقول يتزوج أمة بإذن سيدها لأن مهرها ضعيف، فاهم؟ لو تزوج الأمة وأنجبت ولاده يطلعوا عبيد وهو حر، لأن ليه؟ لأن الأولاد يتبعوا الأم في في العتق والحرية، ويتبعوا الأعلى في الديانة، واضح؟ فيبقى خايف لحسن تحمل زوجته الأمة، تقوم تجيب أولاد مضروب عليهم الرق، يقوم يبتدي يعمل وسيلة يمنع الحمل، فهمت ازاي في الأحوال دي؟ إذا كانت زوجة أمة لا يمنع الحمل منها ولا يعزل عنها إلا بإذن سيدها، فهمت ازاي؟ ليه؟ لأنه ممكن سيدها يكون وافق أن يزوج البنت دي عشان يكتر النسل منها، يقوم يكتر العبيد اللي عنده، بيستثمرها يعني، زي عنده بهيمة عايزها تحمل وتجيب بهايم كتير، فهمت ازاي؟ كانوا يعني كانت عقلية غريبة، وكان نظام عجيب. النبي ما عملوش، النبي جاء لقى البشرية كده، ده من قبل سيدنا ابراهيم النبي كمان، يعني بداية الرق والعبودية في البشرية ما تعرفش امتى، دي من زمان قوي، علشان ما حدش يقول النبي ليه أقر الظلم، لا، النبي ما أقرش، النبي نظمه وعمل نظام بحيث انه يزول تدريجيا، فهمت ازاي؟ صلى الله عليه وسلم. لكن كان الحر لا يعزل عن الزوجة الحرة،
إلا بإذنها. فهمت؟ والعزل إيه حكمه؟ رجح الإمام النووي أنه عند الشافعية مكروه على كل حال، مكروه على كل حال. كويس؟ على كل حال يعني ايه؟ يعني سواء كانت الزوجة حرة او كانت ايه؟ أما. فهمت؟ ادي معنى ايه مكروه على كل حال. وبعض العلماء اجازه، يعني جعله مباحا اذا اذنت الحرة، او اذن ايه سيد الأما المزوجة. باب في العزل. والعزل معناه انه يجامع، فاذا قارب القذف يقذف خارج ايه؟ خارج الفرج حتى لا يتم الحمل. ادي معنى العزل. الواقي بيعملوه في الزمن بتاعنا ايه؟ بحاجه اسمها الواقي الذكري. الواقي الذكري. يعني يحط حاجه ايه يلبسها في الذكر، بحيث لما يجي يقذف القذف يجي فيه ويرمي بره. فهمت؟ دي برضه لحد الان في العزل بس بطريقه مختلفه. ايه حكم العزل؟ مكروه. واضح؟ بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا، مكروه على الراجح يعني عند المذهب بتاعنا، لكن في مذاهب تانية قالوا لو أذنت الزوجة يبقى ايه مباح، ولو كان ايه الحمل يحتمل خطورة على المرأة يبقى مستحب لأنه يمنع الضرر. فهمت؟ وإن كان الخطورة متيقنة يبقى يجب العزل. فهمت بقى إزاي؟ يبقى إيه نلاحظ إن العزل ممكن يمر عليه الأحكام الخمسة. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام الدارمي في سننه الحديث 69 بعد 200 و2000، قال أخبرنا سليمان بن داود الهاشمي عن إبراهيم بن سعد. إبراهيم بن سعد ده مين؟ إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. يبقى جد أبوه عبد الرحمن بن عوف، خدت بالك؟ وكان من مشاهير رواة الحديث، وهو من رجال البخاري ومسلم وروى عنه. وكان يرى أن استعمال الآلات الموسيقية جائز، فكان يروي الحديث وفي إيده العود. شوف قد إيه؟ يروي الحديث وفي إيده إيه؟ العود. طبعا لو السلفية والوهابية موجودين دلوقتي ما كانوش رووا حديثه ويعتبروه ساقط العدالة، وهو من رجال الصحيح. عشان تعرف بس ان موضوع الموسيقى ده مختلف فيه من زمان، يعني بعضهم يجيزه وبعضهم لا يجيزه، وبعضهم يكرهه وبعضهم يحرمه في بعض المواضع، يعني في. لكن ايه السلفية والوهابية عندهم ايه؟ حرام الكبائر. وبعدين بعد كده لما ابن سليمان الوقت بقى يجيزه بقى خلاص مباح من المستحبات، واخد بالك؟ قاعدين بيلعبوا بالدين. ربنا ينجينا يا سيدي. عن ابراهيم بن سعد عن الزهري اللي هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري التابعي المشهور، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود، عشان كده ساعات يقول لك عبيد الله المسعودي، جده عتبه بن مسعود اخو عبد الله بن مسعود، خدت بالك؟ عن أبي سعيد اللي هو الخدري سعد بن مالك بن سنان قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل، سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال أو تفعلون ذلك؟ فلا عليكم ألا تفعلوا. شوف الحسن البصري فهمها ازاي، فلا عليكم ألا تفعل، ففهم النهي. فهمت ازاي بقى؟ سيدنا الحسن البصري ومشي وراه عدد كبير من الصحابة والتابعين بهذا الفهم. النبر مهم، يعني طريقة القراءة تتغير الحكم. فلا عليكم ألا تفعلوا يعني لا حرج، لكن لما تقول فلا يعني لا، عليكم ألا تفعلوا يبقى معنى النهي. فهمت بقى ازاي؟ ففي من فهم من هذا اللفظ الزجر، وفي من فهم ايه الاباحه مع الكراهه. الاباحه مع الكراهه. فهمت بقى؟
فلا عليكم ألا تفعلوا، فإنه ليس من نسمة قضى الله تعالى أن تكون إلا كانت. يعني أنت مش هتغلب قدر الله، فهم؟ خد بالأسباب ولكن لن تغلب قدر الله، برضو قدر الله نافذ. يبقى لما النبي أجازه مع الكراهة من باب الأسباب، ثم بيّن بعد ذلك الحقيقة أنها أن الأسباب لا تمنع قدر الله، فهمت بقى إزاي؟ وعن أبي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن بشر يرد الحديث إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله الرجل تكون له الجارية فيصيب منها ويكره أن تحمل. عرفت ليه بيكره أن تحمل؟ عشان هتبقى أم ولد ما يعرفش يبيعها، فهمت؟ أفيعزل عنها وتكون عنده المرأة ترضع، وأحيانا أخرى في الحرة بقى بترضع وخايف لحسن لو حملت اللبن ينقطع، يوم الطفل ما يعرفش يكمل رضاعه يوم يعزل لحد ما الولد يتفطم، ده سبب تاني يعني. وتكون عنده المرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل أفيعزل عنها؟ قال لا عليكم ألا تفعلوا فإنما هو القدر، يعني قدر الله غالب سواء أخذت بالأسباب أو لم تأخذ بالسبب. قال ابن عون فذكرت ذلك للحسن اللي هو الحسن البصري فقال والله لكأن هذا زجر. يبقى فهم سيدنا الحسن البصري انه ايه؟ ان ده زجر. والله اعدها تاني لكأن هذا زجر. باب في الغيرة. والغيرة هو ان الانسان يعني يغضب للتعدي على عرضه او على عرض غيره او على رؤية فعل ما لا يليق. الغضب ده لما بتشوف حاجة لا تليق وتغضب اسمها غيرة، فهمت بقى ازاي؟ وعن أبي قال حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد أغير من الله، لذلك حرم الفواحش سبحانه وتعالى، وليس أحد أحب إليه المدح من الله. وعن أبي قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم قال حدثني ابن جابر ابن عتيك قال حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله. يعني من غيرة الرجل على زوجته أو الزوجة على زوجها في غيرة محمودة وفي غيرة إيه؟ غير محمودة، فهمت؟ الغيرة المحمودة إن يبقى في ريبة، تصرفات مريبة للرجل أو تصرفات مريبة للزوجة، يعني فيما يستدعي إن هو يغير ويحاول إن هو يستكشف. إنما الغيرة الغير محمودة إن تبقى الزوجة في كمال الاستقامة أو الزوج في كمال الاستقامة وما فيش ما يستدعي للريبة وبرضه يغيره. دي بقى إيه؟ تبقى سخيفة شوية، فاهم؟ فالغيرة التي يحب الله الغيرة في الريبة، الريبة يعني الشك. والغيرة التي يبغض الله الغيرة في غير ريبة، يعني في غير شك. وعن أبي قال حدثنا ابن عدي قال حدثنا عبيد الله ابن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن وراد مولى المغيرة عن المغيرة رضي الله عنه قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سعد بن عبادة، سعد بن عبادة ده إيه؟ كان زي سيد الخزرج، كويس؟ وكان رجل إيه؟ غيور على العرض كعادة العرب، العرب كلهم كانوا كده. أن سعد بن عبادة يقول لو وجدت معها، يعني مع إحدى زوجاتي يعني، رجلا لضربتها بالسيف غير مصفح. السيف لما تيجي تضرب بالسن بتاعه تبقى ناوي تقتل، لما تضرب بعرضه تبقى ناوي تعاقب بس، فهمت؟
فاما يضرب بالعرض بتاعه كده يسموه مصفح، يعني بصفحه السيف. بيقول ده انا لو شفت راجل هضرب غير مصفح، يعني بالحد كده اقتل على طول. فهمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتعجبون من غيره سعد؟ انا اغير من سعد صلى الله عليه وسلم، وهو سيد العرب. اللي يغار منه العرب يبقى النبي سيد العرب، يغار منه اكثر منهم. فهم؟ انا اغير من سعد والله اغير مني، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا شخص اغير من الله. كلمه شخص دي وجعت كثير من العلماء، يقول على الله شخص، شخص فيه التشخص، والتشخص فيه ايه؟ التصور والصوره. والله لا يتصور ولا يتشخص، ايه شخص دي؟ مضايقه قوي كثير من ايه، ولكنها صحت في الصحيح، ويبدو ان هي روايه بالمعنى من الرواه، والاصل لا احد، زي الروايه الاولانيه. فجاء بعض الرواه بقى تصرف وروى بالمعنى، فقال لا شخص اغير من الله. بس الروايه دي وجعت ايه عقيده كثير من العلماء، قالوا ايه شخص دي؟ لكنها صحت اسنادا، فبقوا متضايقين. فقالوا ايه؟ قالوا غالبا دي روايه بالمعنى، والاصل لا احد اغير من الله. والجماعه بقى المجسمه صح والمصوره بقى لله فرحوا بيها قوي، وتشبثوا بيها على عادتهم، يتشبثون بكل ايه؟ بكل مشتبه. مؤمنوا ايات المتشابهات. مين اللي بيتبع الايات المتشابهات؟ اللي في قلوبه زيغ. زي مين؟ زي الوهابيه، واخد بالك ازاي؟ وزي مين؟ وزي التيميه. وزي مين؟ وزي الحشويه والمجسمه، واخد بالك؟ تاخد بالك من العالم دي كلها. فايه يجوا لك في الروايات اللي هي اصلا تتعب العلماء وعايزين يأولوها يتشبث بيه. طب ما انت عندك روايه لا احد اغير من الله ولا شخص اغير من الله، روايتين صحيحتان، يبقى ايه؟ احمل المتشابه على المحكم، مش كده برضو؟ يبقى اقول ان الشخص دي مقصرها احد، وان كلمه شخص دي ايه؟ تصرف من الرواه. فهمت؟ لان قد يروي الراوي بالمعنى مش بنفس اللفظ اللي سمعه من النبي. ولا شخص اغير من الله ولا احب اليه من المعاذير، يعني من ايه؟ التماس العذر للاخرين. ولذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين، يعني لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ما يبقاش عليهم عذر يعني. ولا شخص احب اليه المدح من الله، ولذلك وعد الجنة. باب في حق الزوج على المرأة. وعن أبي قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة قال أنبأنا قتادة عن زرار بن أوفى العامري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا باتت المرأة هاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. يعني بغير عذر، بغير عذر. لكن افرض زوجها بيضربها وبيسيء إليها، سابت له فراشه وروحت، ليها حق، ده زوج مجرم، تلعنها ايه؟ ده الملكة تستغفر لها. فهمت بقى ازاي؟ يبقى انا المقصود ايه بقى؟ يعني مش يضرب مراته وبعدين مراته تزعل منه ويسيء معاملتها ولا ينفق عليها، وفي الاخر ما ترضاش تبات في فراشها، يقوم يقول ايه؟ يقول لها الحديث. طب ما هتكره السنة، تقول ايه الدين ده؟ ده دين ذكوري، مش بيقولوا كده العيال البنات الصحفيات المجرمات؟ ليه؟ لان احنا عرضنا ليهم السنه بطريقه خطا، فهموها خطا وفهمناها لهم خطا. يبقى ايه؟ يبقى هنا اذا باتت المراه هاجره لفراش زوجها بغير عذر، لازم تقدر كده بغير عذر، لان ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ يلتمس الاعذار للعباد. واضح؟ لعنتها الملائكه حتى ترجع. يبقى لما يبقى زوجها بيعملها كويس وبينفق عليها وبيحسن اليها، وبعد ده كله كمان تتلوي عنه ويجي يطلبها ما ترضاش، هي دي بقى، هي دي اللي ملعونه دي. فهمت؟ باب في اللعان. اللعان ده حد من ضمن الحدود، لما يرى الرجل ان زوجته خانته مع اخر وزنت وحملت من غيره. فهمت ازاي؟
فلو قال انها زنت ومش جاي باربع شهود يبقى قاذف، يجلدوه 80 جلد، مشكله. ولو راح قتل الراجل اللي شافه مع مراته يقتل به، لانه ما فيش شهود يثبته، فاهم؟ فبقت ازمه عند العرب. فيعمل ايه؟ ربنا حلها لهم، قال لهم ايه؟ تحلف اربع ايمان انك انت انها ايه، انك انت صادق وان في رجل زنى بهذه الزوجه، واخد بالك؟ والخامس لعنه الله عليه، يعني على الذي يحلف ان كان كاذب. عشان كده سمي ايه؟ لعان، لان بيقول لعنه الله عليه، سموه اللعان. اللعان ده بينبني عليه عده احكام، ينبني على اللعان ايه؟ عده احكام، ناخد بالنا. سقوط حد القذف عن الزوج، طالما لاعن يبقى مش هنجلده 80 جلد، سقط عنه حد القذف، واضح؟ ووجوب حد الزنا على الزوجة إن لم تقابله بإيه؟ بقسم مثله، واضح؟ يعني كأنه يثبت الزنا الزوجة إن سكتت. وعشان كده ربنا يقول ويدروا عنها العذاب، يعني حد الزنا اللي هو الرجل، ويدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بلا إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فاهم؟ تاني حاجة انقطاع الفراش، يعني يثبت إن إيه، ما هو الولد للفراش يبقى خلاص ليست فراشه، وبالتالي ما في بطنها ليس ابنه، يبقى إيه؟ نفي النسب، فهمت إزاي؟ وبعدين الفرقة على التأبيد، الفرقة على التأبيد، هذه الفرقة طلاق ولا فسخ؟ ذهب الأحناف أنها طلاق بائن، وذهب الشافعية والجمهور أنها فسخ. وعلى التأبيد يعني إيه؟ يعني لا يستطيع أن يتزوجها حتى لو بان خطأه بعد كده، فهمت؟ زي ما ينفعش يتجوزها خلاص، حرمت عليه إلى الأبد، فهمت؟ وعن أبي قال حدثنا عبيد الله ابن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أن عويمرا العجلاني قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتلونه أم كيف يفعل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما رضاش يجاوبه في الأول، لأنه ما عندوش فيها حكم صلى الله عليه وسلم، وكره إيه السؤال عن أمور لم تقع. وبعد فترة نزلت الآيات، فراح نادى لعويمر بقى قال له إيه؟ فقال رسول صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي به. لما نزل بقى آيات إيه اللعان اللي في سورة النور. قال سهل فتلاعن وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من تلاعنهما قال اللي هو عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلقها الله، يعني اللعان لا ينبني بمجرد اللعان، التفريق يحتاج التفريق إما بفعل الزوج بالتطليق أو بحكم الحاكم، ولا مجرد اللعان هو التفريق، فهم؟ ذهب الشافعية والجمهور إلى أن بمجرد اللعان تم التفريق. لكن عويمر ليه طلقها؟ لم يعلم الحكم بعد انه هينبني عليه اوتوماتيكالي، فهمت ازاي؟ يعني بمجرد ان لاعن هي خلاص بانت منه، ما كانش يعرف، كان اول مره يلاعن، فراح مطلقها ثلاثة، فهمت ازاي؟ لكن تمسك بهذا الاحناف وقالوا انه الطلاق وليس فسخا، وانه لابد بحكم الحاكم، يعني مجرد اللعان لا يتم الفراق الا بحكم الحاكم، ويجب على الحاكم ان يحكم بالفراق، فهمت بقى ازاي؟ يعني يبدا الفراق على التأبيد مش باللعان عند الاحناف، بتفريق الحاكم. لكن عند الشافعيه بمجرد اللعان تم الفراق، دي تفاصيل يعني في المساله. قال ابن شهاب وكانت تلك بعد سنه المتلاعنين، يعني ايه؟ يعني ما ينبني عليها من احكام يعني، وهو التفريق بينهم. وعن أبي قال حدثنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن ابن شهاب عن سهل بن سعد
أن عويمرا أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان، فذكر نحوه ولم يذكر طلقها ثلاثا. هو ده إشارة لحديث طويل إنه هو راح الأول للزعيم بتاع قبيلته اللي هو عاصم ابن عدي. عويمر بيشك في مراته، راح لعاصم اللي هو زعيم قبيلته، قال له روح اسأل للنبي لأن أنا حاسس إن أنا في يوم من الأيام هظبطها وهقتل الراجل. واخد بالك ازاي؟ كان لسه في مرحلة الشك الأول، الريبة. فراح لزعيم قبيلته قال له روح اسأل للنبي في المسألة دي، أنا لو ظبطته وقتلته هتعمله فيا إيه؟ فهمت ازاي؟ فراح عاصم راح سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أرأيت يا رسول الله لو أن رجلا رأى مع زوجتي رجل آخر فقتله ماذا تفعلون فيه؟ كره النبي سؤاله. ليه؟ لأن النبي كان يكره السؤال اللي فيه فحش ومسألة لم تقع. فهمت؟ فرجع عاصم قال له أنت كسفتني مع النبي، خلتني بس. فإيه؟ ازداد الشك أكتر. عجلان كل يوم والتاني يزداد شكه. قال والله لا رايح أنا للنبي نفسي. راح للنبي قال له. فالرسول صلى الله عليه وسلم سكت. وبعد فترة إيه؟ نزلت سورة النور والتاني إيه؟ تيقن بقى عجلان. فهي حصلت الملعنة. يعني شوف مرت بكم مرحلة. وعن أبي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبانا عبد الملك بن أبي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير يقول سئلت عن المتلاعنين في إمارة مصعب بن الزبير أي يفرق بينهما فما دريت ما أقول، فما دريت ما أقول يعني ما كنتش عارف الحكم أن يفرق بينهما ولا لا. قال فقمت حتى أتيت منزل عبد الله بن عمر فقلت للغلام استأذن لي عليه، فقال إنه قائل لا تستطيع أن تدخل عليه. قائل يعني نايم القيلولة، يعني هذه معنى قائل. قال فسمع ابن عمر صوتي فقال ابن جبير، فقلت نعم، فقال ادخل فما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة. قال فدخلت عليه فوجدته وهو مفترش برذعة رحله. عارف انت المخدة اللي بيحطها على الرحل عشان يقعد عليها وهو راكب الجمل دي سموها بردعة. المصريين يقولوا على بردعة لحد دلوقتي، اذا كانت للحمار بردعة واذا كانت للجمل رحل واذا كانت للفرس سرج. فاهم؟ فهو عاملها وسادة، يعني نايم على البردعة دي ايه عاملها وسادة. فوجدته مفترش برزعة رحله متوسد مرفقه أو قال نمرقة، نمرقة يعني إيه سجادة صغيرة كده. شك عبد الله حشوها ليف، فقلت يبقى النمرقة اللي هي إيه خددية صغيرة كده زي إيه زي دي كده شيء اسمها إيه نمرقة وسائد نمارق مبصوصة مش كده. شك عبد الله حشوها ليف فقلت يا أبا عبد الرحمن المتلاعنان أي يفرق بينهما؟ قال سبحان الله، يعني بقى ده حكم يغيب عليك، يبقى دليل أن بعض الصحابة قد يغيبهم بعض الأحكام الواضحة لأنه ما حضرش الحادث. قال سبحان الله نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان. فقال يا رسول الله صلى الله عليك أرأيت لو أن أحدنا رأى امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن سكت سكت على أمر عظيم، وإن تكلم فمثل ذلك. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فقام لحاجته. فلما كان بعد ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. قال فأنزل الله تعالى هؤلاء الآيات التي في سورة النور والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال فدعا الرجل فتلاهن عليه، يعني قرأ هذه الآيات عليه، وذكره بالله، يعني ما تتسرعش لان انت هتلعن نفسك
لو كنت كاذب هتلعن نفسك. وذكره بالله وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: ما كذبت عليها. ثم دعا المرأة فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت: والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فدعا الرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم أتي بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهم. عشان كده أبو حنيفة قال إيه؟ التفريق يكون بحكم الحاكم. فهمت طريقتي؟ لكن الشافعية والجمهور قالوا إيه؟ فرق بينهم، أي بين أن ينبني على هذا الحكم التفريق، وليس إنشاء للحكم بل بيانا للحكم. فهمت بقى؟ يعني المقصد أن يبقى النص واحد والفهم يختلف. فهمت إزاي؟ وعن أبي قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال: حدثني مالك قال: سمعت نافعا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين وألحق الولد بأمه. يبقى الولد منسوب لأمه، يورثها وتورثه، وإيه؟ ومنزوع النسب عن الوالد الأب اللي هو لاعن. فهمت إزاي؟ لا ينسب إليه ولا يتورثان. باب في العبد يتزوج بغير إذن من سيده. وعن أبي قال: أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا الحسن بن صالح عن عبد الله. لأن العبد ده يعتبر إيه؟ يعتبر محجور عليه في التصرف. العبودية تجعله محجور في التصرف، لا ذمة مالية له منفصلة، ولا يأخذ قرار في حياته إلا بإذن سيده. كأنه محجور عليه، العبودية كده. فهمت؟ وعن أبي قال: أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: سمعت جابرا رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر، يعني إيه؟ زاني، يعني زواجه باطل. وعن أبي قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا مندل عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان. ونقف عند هذا الحد ونكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.